إبراهيم السمرائي يلقب نفسه أبو بكر البغدادي كنية بأبو بكر الصديق رضي الله عنه. تحدث الجمعة لأتباعه بخطبة شبيهة بخطبة أبو بكر الصديق، ولكنه قرر على ما يبدو أن يلبس مظهر الخليفة عمر بن الخطاب، خصوصا تلك الملابس التي ظهرت في مسلسل عمر الذي عرض قبل عامين على شاشة MBC. لنستذكر كيف جسدت شخصية عمر بن الخطاب في المسلسل ونقارنه بالخليفة الداعشي الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر. طبعا ظهور البغدادي أشعل حملة من السخرية على تويتر، هل أتى إلى المسجد على حصان؟ وجملة من الاستفهامات الهزلية الأخرى. ساعة البغدادي كانت العلامة البارزة، لبسها في يده اليمنى وبدت علامة مميزة وسط المظهر القديم الذي ظهر به البغدادي. نتابع أمامنا صورا للساعة والتي ذهب مغردون إلى كونها ساعة بلغاري وآخرون بأنها ساعة رولكس أو أوميغا. الجواب غير معلوم، ولكن أغلب التخمينات ذهبت إلى الماركات الغالية التي على ما يبدو تروق للخليفة الداعشي الجديد.